في حد او ناس كتير طلبوا مننا عايزين مسقعة، ومسقعة هي اصلها اكلة يوناني اسمها ميساكا، لكن احنا في مصر طورناها وعملنا لها حاجات كده. النهارده هنعمل لكم مسقعة بطريقة جديدة ومبتكرة وفيها صوص ابيض، يعني المسقعة بالصوص الابيض. تعالوا نشوف المسقعة بالصوص الابيض عبارة عن ايه. عندي كيلو من البتنجان، بس احنا طبعا هتلاقونا حمرنا البتنجان والكوسة والفلفل عشان ما ناخدش وقت كتير في الموضوع، وانتوا عارفين ان وقتنا دايما بيبقى محكوم. كيلو من البتنجان حمرناه، ونص كيلو كوسة برضو حمرناه بس تحمير بسيط عشان عايزها تبقى الدنتي. وعندي كمان نص كيلو من الفلفل الالوان، وثمرة فلفل حامي، وفصين ثوم، معلقة كمون، وكوبايتين من البشاميل، وكوباية جبنة مبشورة، والحشوة بقى نص كيلو لحم مفروم احمر، وبصلتين، وفصين ثوم، معلقة بهارات، وكمان عندنا كوبايتين من عصير الطماطم او من الطماطم. عصير الطماطم يعني جبنا شويه طماطم ضربناها في الخلاط مع نقطتين ميه، انضربت وكده صفيناها بقت بالشكل ده. نقول تاني المقادير بتاعتنا: كيلو من البتنجان متحمر، وكيلو نص كيلو كوسه، ونص كيلو فلفل، وثمره فلفل حار، وفصين ثوم، معلقه كمون، وكوبايتين بشاميل، كوبايه جبنه مبشوره، وكمان عندي نص كيلو من اللحم المفروم، وبصلتين، وفصين ثوم، معلقه بهارات، وكوبايتين من عصير الطماطم. يلا نشتغل. بس طبعا كلنا عارفين البشاميل، وانا عملته كتير جدا، فمش عايزين بقى كل شويه نعمل بشاميل عشان ما ناخدش برضو وقت. لكن اللي عايز يعرف البشاميل اللي احنا عملناه ده هو عباره عن الكميه اللي انا عاملها: معلقتين من الزبده، معلقتين من الدقيق، ونص لتر لبن منكه. كل ده حطينا الاول الزبده مع الدقيق، يا دوب شمت النار، قمنا نازلين عليها باللبن وقلبناه بقى عند البشاميل. سهل جدا جدا جدا. طاسه، شويه زيت، نحط البصل، وناخد جزء من الثوم. عايزين تحطوا شويه زعتر، مفيش مشكله، اللي انتوا عايزينه. واحنا بنعصج اللحمه عشان تدينا طعم مختلف ويبقى فيها كده نكهات زي ما بنقول. ادي البصل والثوم مع بعض، ادي الثوم، وانا مش عايز احمره، انا عايزه بس يدوب زي ما بنقول كده يصفر معانا، يدوب لونه يصفر معانا. ناخد اللحمة بتاعتنا، وزي ما بقول لكم برضو مش هنحط أي نوع من أنواع البهارات عليها غير بعد ما اللحمة دي تبقى مفلفلة كده معانا. آدي تعصيج اللحمة بمنتهى السهولة، عندي تعصيج اللحمة، حطينا بصل يدوب شم النار، حطينا عليه الثوم، ونزلنا عليه باللحمة وبنعصجها مع بعض. وبعدين في نفس الوقت هجيب كزرونة تانية أو طاسة تانية. ليه بقى؟ عشان هنعمل صوص الطماطم، نغلي شويه، نغلي صوص الطماطم شويه. ازاي؟ هاجي هنا هاخد شعر الثوم صغيره اهي، واخد شويه كمون على الثوم، ونقطتين زيت. شوفوا الفكره دي جديده خالص، علشان اما نيجي نعمل المسقعه نعملها. شويه كمون مع مع نقطتين زيت وشعر الثوم صغيرة. ونروح تاني نقلب مع بعض كده اللحمة، تاخدش وقت طبعا، زي ما انتوا شايفين اهو بدأت هتخش في السوا. نشوف اللحمة كده وهي بتستوي معانا اهي، وبعدين أول ما هحس إن الثوم بدأ مع الكمون أو تسخن هنحط عليها الطماطم عشان تدينا نكهة وطعم جواها، وفي نفس الوقت تتقل شويه. الطماطم يعني بنسميها كده تأثر شويه او تتكاثف شويه. اهو انا شميت ريحه الثوم اهو، هنزل عليها كده واسيبها بقى تغلي براحتها غلوتين. ده الصوص اللي هيبقى جوه او مع المسقعه. طيب احنا حاطين هنا قرن فلفل حامي، هنحطه برده جواها اللي عايز، اللي بيحب الشطه. تاني هذكركم، اول حاجه بنعصج اللحمه، حطينا البصلتين، حطينا عليها فص الثوم مع معلقه الزيت، وحطينا كمان اللحمه، وما ضفتش عليها اي حاجه تانية خالص دلوقتي، ما ضفتش لسه عليها اي مكون تاني خالص دلوقتي اهو. شايفين؟ بعد ما هنخلص تعصيج اللحمه هنضيف بقى البهارات بتاعتنا. شوفوا طول ما هي ما عليهاش الملح بالذات تلاقيها اللحمه بتفلفل معانا،
في ناس كتير قوي اما بتيجي تسوي اللحمه وتعصجها بتلاقي اللحمه عملت كور، ويستغربوا يا جماعه ازاي عملت الكور دي، لانه بيحطوا الملح من البدايه، فالملح ده يخليها تعمل تجمعات كده مع بعضها. بيقول اه، وزي مجد ما بيقول لانه خبير مطبخ كبير انت ايه بالظبط؟ يعني مؤلف ولا كاتب قصه ولا سيناريست ولا مخرج ولا بتاع لحمه؟ والله الناس كلها عماله فوق بتقول لك يعني اهو، حتى مصطفى من شويه بيقول يا ريتك انت تشتغل اخراجي يا شيف يوسف. اهو حصل ولا ما حصلش؟ وهم عارف انا عايز اقول لهم السر بتاع فوق ده ايه؟ والله مره هطلع لكم فوق في الكنترول هتشوفوا 999 الف زرار كده، هو زرار واحد اللي بيدوس عليه مجد. الباقي بقى المساعدين يا عيني اللي تعبانين معاه، هو قال لهم دوس هنا اعمل هنا، يا عيني ما بيعملش حاجه خالص خالص. كتر خيره بيتعب. اي خدمه يا باشا، اي خدمه. وعايز اقول لك بس بجد 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 مجدي من الناس اللي انا بعشقها واحنا اصدقاء بعيدا عن العمل يعني. اه والله. طيب شفتوا بقى اللحمه دلوقتي خلاص وصلت للدرجه اللي انا عايزها. يعني في مجموعه من الناس اللي شغاله معانا اصدقائي بعيدا عن العمل يعني، طبعا مجدي وفي مخرجين كتير جدا، ودكتور علاء رجب ده صديق شخصي، وفي ناس برضو حبايبي كتير قوي بعيد عن الشغل، احنا اصدقاء بنقعد مع بعض نسهر مع بعض وكده وحاجات كتير، ومجدي بنروح معاه دايما عساوي، عنده مزرعه صغيره كده بنقعد نستجم فيها. خلاص كده زي ما قلنا ادي اللحمه عصجت اهي، شايفين بقت كلها مفلفله كده، ابدا احط الفلفل وابدا احط الملح وابدا احط البهارات بتاعتنا اهو، ونخلي رشه الكمون زي ما هي اهي، ونروح مع بعض كده نشوف اخبار. خلاص كده اللحمه بقت عندي معصجه، خلاص كده اهو كمان مره، شفتوا اللحمه عامله ازاي؟ ما خدتش وقت، وريحتها طبعا مش عايز اقول لكم على ريحتها يعني. وهنا الصوص بتاعنا بدا يتقل شويه، الصوص ده كان عليه ايه؟ ولا حاجه خالص، يعتبر نص معلقه من الثوم ورشه كمون صغيره، وبنغليه مع بعض اهو. نروح بقى نجيب الطاجن بتاعنا او الحاجه اللي هنحط فيها، ممكن نجيب الكبير ده عشان ايه؟ احنا عاملين وليمه. هنا شويه من الصوص الابيض، نجيب برده كبشه اهو، ناخد شويه كده من الصوص الابيض، ونروح اهي كبشه، ونفردها كده فين؟ في الارضيه بتاعت الطاجن بتاعنا اهو. وبعدين ناخد طبقه من البتنجان، رصه كده من البتنجان، اكيد طبعا يا عم عادل اكيد، انا عارف انت تحب المسقعه. اه والله حلوه قوي. وبعدين طبقه من الكوسه كده، وبعدين طبقه من الكوسه. وزي ما قلت لكم ان المسقعه دي اصلها يوناني اسمها ميساكا، ميساكا جميل. وبعدين بتكلم لغات اهو. شويه فلفل، وبعدين نيجي نجيب بقى اللحمه المعصجه اللي احنا حطيناها دي كلها بالراحه كده، ونقوم واخدين هنا كلها اهو، نص كيلو مش كتير يا شيف يسري، والله انتوا حرين بقى، لكن احنا بنحب الحاجه كده تبقى غنيه بالنكهات وفيها حاجات كتير قوي. نفرد كويس قوي، واحنا بنفرد نضغط عليها بقى شويه ما تخافوش. ليه؟ علشان اما اجي احط بقى العكس، بس قبل ما نحط العكس هنعمل ايه؟ هنجيب الفلفل الحامي نرش رشه كده في النص لعشاق الفلفل الحار اللي بيحبوا الحاجه السبايس، وبعدين رشه الكمون، وبعدين بقيه فص الثوم اللي عندنا ني زي ما هو كده اهو،
وبعدين ناخد جزء من اهو جزء من الصوص بتاعنا. شايفين بقى الصوص عامل ازاي دلوقتي؟ اكثر تركيزا اهو، جزء من الصوص ده كده اهو يا مجدي يا مريم. الو الو يا مريم، يا مريم انت سامعاني يا مريم؟ الو. طيب كلمينا تاني يا مريم لو انت مش سامعاني او الخط قطع. هنحط، احنا حطينا شويه من صوص الطماطم، هنحط الفلفل تاني كده على الوش اللي بدأنا بيه الاخر، وبعدين الكوسة مش لازم يبقى مرصوص قوي كده. اخر حاجة بقى اللي هتترص معانا هي طبقة البتنجان، بس قبل ما نرص نضغطها كده عشان تبقى متساوية، وبعدين ناخد بقى طبقة البتنجان وناخد نرصها جنب بعضها كده، وفي النهاية هنحط الصوص الاحمر وفوقيه صوص البشاميل والجبنه المبشوره، وندخلها الفرن شويه، واحنا هنشوف دلوقتي مع بعض احلى مسقعه هياكلها مجدي في حياته. وانت يا عم عادل والله، لا والله، لا لا طبق كبير كبير. شفتوا بقى الصوص الاخير بنحطه كده على الوش، وبعدين نعمل ايه بقى؟ نفردها ونقوم جايبين صوص البشاميل نحط كده على الوش. يا محمد. الو الو، ازيك يا محمد؟ الحمد لله. اي يا حبيبي اتفضل، انا سامعك. انا عايز اعمل بيتزا. عايز البيتزا؟ حاضر من عينيا. حاجه تانية يا محمد؟ انا بشكرك على اتصالك وهجاوبك على البيتزا من عينيا. حاضر اهو، ونفرد كده البشاميل، ما تخافوش ان البشاميل ياخد شويه من الصوص الاحمر اللي تحت، مفيش مشكله. حلو كده؟ نعم. ماربل اهو، شايفين؟ يا سلام، مش بقول لك راجل سيناريست؟ حاضر من عينيا، ما انا قلت من زمان كده. الجبنه المبشوره طبعا انتوا عارفين انا بعشق الجبنه، فبحط كده كميه مش قليله من الجبنه كده على الوش، وندخلها بقى الفرن تاخد وش جراتان وتكمل تسويتها. بس انا هعمل ايه؟ انا عشان كل النكهات دي تختلط مع بعضنا مش هحطها تحت شوايه، احطها على الارضيه بتاعت الفرن شويه تغلي غلوه وتاخد الوش في نفس الوقت عشان